السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين وأولى حلقات برنامج صالون الصحة والجمال بعد أجازة العيد الفطر المبارك. النهاردة أعزائي المشاهدين عايزين نتكلم في موضوع حيوي، موضوع مهم جدا. شفنا تأثير الكورونا على العالم كله، كان تأثير سلبي. شفنا تأثير الكورونا على بعض الدول، أثر فيها تأثير كبير جدا. تأثير الكورونا على الدول الأوروبية الكبيرة، أمريكا، ألمانيا، إيطاليا، وأثر إزاي في اقتصادها، كان ليه تأثير كبير جدا. تأثير الكورونا في الدول العربية عموما، الدول الغنية بالبترول، الدول اللي كلها استثمار، أثر فيها برضو. وبرضو كان في تأثير للكورونا في مصر، أثر على الاقتصاد القومي. بعض الشركات تخلت عن بعض العاملين بيها، ولكن الدولة كان ليها دور كبير جدا ان هي تحاول بقدر الامكان ان هي تعوض الناس دول، وعملت برضو بعض الحاجات اللي ساعدت بيها العمالة المؤقتة، من هي عملت ليهم بعض المرتبات الشهرية، وبتحاول الدولة من جانبها ان هي بتحاول تغطي الناس اللي هي ما عندهاش شغل، اللي هم العمالة المؤقتة. بعض الشركات كان ليها دور كبير جدا كشركة القابضة للتأمين، وقامت بالتبرع بمبلغ 10 مليون و10 مليون، يعني 20 مليون جنيه، وكان على رأسها الأستاذ باسل الحيني رئيس الشركة القابضة للتأمين، وقام بالتبرع بهذا المبلغ في قطاعين، القطاع الطبي والقطاع لمساندة الدولة. ده دور شركات القطاع الأعمال وإزاي وقفت وإزاي تصدت لهذه المشكلة. النهاردة أعزائي المشاهدين معايا أستاذة هالة صلاح، رئيس مجلس إدارة جريدة عالم التأمين الدولية. هتكلمنا النهاردة عن تحديات كورونا، وإزاي إن احنا نقف قدام كورونا بمشاريعنا وباستثماراتنا، اللي احنا نحاول مهما كانت تحديات كورونا سلبية نحول التحديات السلبية دي إلى تحديات إيجابية. أهلا بيك يا أستاذة هالة. أهلا بيك أستاذة هالة. كل سنة وحضرتك طيبة. حضرتك طيبة. خارجين من رمضان وخارجين من عيد الفطر المبارك، وهنبتدي الأشغال بقى إن شاء الله من بداية الأسبوع ومن بكرة إن شاء الله. حضرتك شايفة إن كورونا اللي بقاله كذا شهر فيروس، من شهر واحد ابتدى العالم كله يهتز بيه، ابتدى العالم كله شايف إن كورونا أثر عليه تأثير سلبي، من جهة الاقتصاد، من جهة الحاجات الكتيرة جدا، من جهة الأفراد نفسها. بعض الدول فقدت أفراد كتيرة جدا، أمريكا فقدت ناس كتيرة جدا، المنظومة الطبية عندها ابتدت تعيد حساباتها تاني، كل حاجة، موازين العالم اختلت بسبب فيروس كورونا. احنا شايفين ان في تداعيات لكورونا في الاقتصاد أثرت على الاقتصاد بالنسبة للعالم كله. تقولي لي حضرتك التأثير السلبي دوت، هل هنقدر يتعافى منه العالم كله والاقتصاد في وقت قريب؟ بص حضرتك، أنا بعتبر كورونا دي كانت صدمة أكثر منها كارثة. فجأة وعلى غير يعني عايزة متوقع، يعني ما هو متوقع أو كما وصفوا الأمين العام للأمم المتحدة بأن إحنا في أزمة بشرية غير مسبوقة، فعلا غير مسبوقة. فجأة قمنا أن في فيروس في الصين بدأ يتنقل للدول كلها ومنها مصر، فجأة لقينا نفسنا أن إحنا لازم ناخد التزامات وحمايات وإجراءات، أن إحنا نقعد في البيت، أن إحنا نلبس كمامة، أن أنا أبقى في تباعد ما بيني وما بين أفراد المجتمع. بدأت تحصل حالة من الصدمة على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى العالمي. بس خليني أقول لك بمنتهى الأمانة، أنا بعتبر كورونا دي، أو إذا كان العالم أو الجزء العلمي بيعتبرها فيروس، أنا بعتبرها جند من جنود ربنا نزل على الأرض. ونزل في وقت إحنا كنا في أشد الحاجة ليه، لإعادة منظومة العالم من أول وجديد. فإذا كان له تأثير سلبي كان ليه برضو تأثير إيجابي. تأثيره السلبي طبعا في البداية الحكومات أول لما حصل كده بدأت تدي اهتماماتها للمرضى وللإصابات، وتناست أو ما كانتش عاملة في حسابها مدى تأثيرها وتداعياتها على الاقتصاد وسوق العمل. فبدأ العالم كله يتجه نحو إصابات
فجأة تفشت إصابات أدت إلى وفيات، فبدأ العالم كله بعد فترة من الإصابات يفكر طب إحنا النهاردة دفعنا قد إيه، طب النهاردة سوق العمل توقف فيه قد إيه، النهاردة الخسائر قد إيه. لا، الخسائر كانت كتيرة. مصر دفعت على حسب ما قال وزير المالية أكتر من 40 مليار. أوكي، ده نسبة مش سهلة، سواء على الناس اللي هي مش قادرة تشتغل، العمالة المؤقتة، سواء على مستوى تجهيز المستشفيات، الحجر الصحي، الناس اللي بدأت تجيلك، العالقين اللي بدأوا يرجعوا من الخارج. فجأة لقيت نفسك أنت مضغوط في دايرة صعب الخروج منها. فالدايرة دي كان لازم أن إحنا نشوف إزاي نتصرف معها بمنتهى الأمانة. ورغم كل الانتقادات ورغم كل ما قيل، وزيرة الصحة قامت بدور هايل، سواء على مستوى التجهيزات، سواء على مستوى نشر الوعي في وقت قصير جدا، على مستوى كمان الدولة بالخطط الحكومية اللي جت في وقت بسيط جدا، ازاي ان انا اعوض الناس، ازاي ان انا اقول لهم اقعدوا في بيتكم. تعرف يعني ايه اقول لمجتمع 100 مليون واحد اقعد في بيتك؟ يعني ده قرار لما يتخذه رئيس دولة، فده معناه ان هو قرار مش بس جريء، ده قرار صادر من شخصية قوية جدا لمجابهة ومواجهة التحديات على مستوى سوق العمل، على مستوى الإنتاج، على مستوى مسيرة التنمية اللي احنا ماشيين بيها. انت فجأة كنت ماشي بمخطط تنمية من مشروعات قومية كبيرة، من طرق، من فجأة لقيت نفسك قدام حدث زي ده. طيب العالم عمل ايه؟ العالم النهاردة استنفذ موارده، فانت قدام حاجتين اتنين لازم تعملها، لازم تلتزم جدا قدام الفيروس، ولازم تكون عندك احتياطاتك، ولازم تواجهه بمنتهى الالتزام، سواء في الشارع، سواء في البيت، سواء في معاملتك مع المجتمع، سواء في معاملتك حتى مع اهلك. انا مالي النهارده مثلا شهرين ما زرتش والدتي، بس في اتصالات ما بيننا، ده لحمايتها ولحمايتي. انا النهارده لما بنزل وجايلك ليك انت بس، عارفه ان انا هخرج من البيت حتى القمامه، عارفة هتعامل ازاي معاك عن بعد، عارفة ازاي ان انا هعمل كده. كل الالتزامات دي مطلوبة جدا في الوقت ده. اعقلها وتوكل، مفيش حاجة اسمها انا سايبها على ربنا. كلنا سايبينها على ربنا، بس لازم نعقلها. ده مرض وده فيروس واحنا قدام وباء، لازم نتعامل معاه بمنتهى العقلانية. دي حاجة. حاجة تانية، انا لازم كمان اعمل حاجة مهمة جدا، وهي ازاي استفاد من الفرصة. ودي بقى حاجة مهمة او لازم اقولها لك. فضل. الشعب المصري بعيدا عن العالم كله شعب الازمات. يعني في كل ورطة، في كل ازمة بيقف راجل بمنتهى القوة. يعني من 7000 سنة من مينا للرئيس عبد الفتاح السيسي، واحنا بنجابه في كل الجبهات، وبنقف في كل الكوارث بمنتهى العزم وبمنتهى القوة. فهتلاقي اني رغم كل التحديات اللي واجهتنا من كورونا، هتلاقي فيه كمان ايجابيات ظهرت كتيرة قوي. ومنها ان الناس لما قعدت في البيت قلت العوادم السيارات، فده كان على مستوى العالم كله ادى الى اغلاق ثقب الاوزون. دي كانت خطوة عالمية ما كانش حد حاسبها. فبدأ الجو يرجع لطبيعته تمام تاني من الاول. فدي كانت اول ايجابيات ازمه كورونا. ما انا عشان كده بقول لك ده جند من جنود ربنا منزله، وعارف انه هينزله في وقت العالم فيه بيعاني على المستوى الاقتصادي، مستوى الاجتماعي، مستوى الاخلاقي، مستوى الامني. انت النهارده ما عندكش ارهاب، توقف. توقف الارهاب ازاي كده؟ العالم كله في حاله خلل، خلل جامد، فما بقاش فيه إرهاب، ما بقاش فيه فساد، ما بقاش فيه، حصل عملية تفرقة ما بين المجتمع، فبدأت الناس تهدى، بدأنا نفكر في مستقبلنا أكتر، بدأنا نشوف الحماية أكتر، بدأت أفضل وأنا في البيت أفكر إزاي أشتغل، إزاي اللي أنا النهاردة كنت بنزل كصحفية
عشان اعمل 8 مقابلات في اليوم، ازاي مقابله واحده تغنيني عن الثمانيه؟ فبدات اجنده حياتي تتغير، فده اللي حصل على مستوى العالم. طيب حضرتك يعني انت اسردتي الحديث ويعني بينتي حاجات كتيره جدا ممكن الناس تبقى مش شايفاها، يعني ممكن اللي بيسمعنا دلوقتي او اللي بيشوفنا يعني بيشوف كورونا من وجهه نظر ان هو مرض او فيروس بس، ما بيشوفش الكواليس اللي ورا مرض فيروس كورونا، كواليس اللي بتاخدها من الدوله من عوامل احترازيه ازاي، الشغل اللي بيتم من الحكومه المصريه ازاي. دول كبيره جدا وقفت مش عارفه تعمل حاجه، ايطاليا وقفت، امريكا وقفت، امريكا مات فيها يعني الافات فوق ال 100,000، ولو امريكا دخلت حرب مش هيموت فيها العدد ده كله، ولكن بفيروس واحد شفتي الاعداد قد ايه. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ان ربنا حامي مصر برضه. في اعداد بتزيد، ولكن الوفيات في معدلها الطبيعي اللي هي برضه الحكومه عامله الاطار بتاعه وعامله حساباتها. سمعت وزير التعليم العالي ولكن كان بيقول برضه انه احنا ماشيين بخطه، عارفين هنوصل للذروه امتى، وامتى هينحصر المرض الفيروس، وامتى ان شاء الله هنرجع لمعدلاتنا. ده دليل على ان الحكومه بتاعتنا، يعني انا بشهد ان الحكومه واخدة تدابير احترازية يعني شغالة كويس. هي كل اللي بس ناقصنا حاجة واحدة هو وعي الشعب، وانت اشرت اليه ان الشعب المصري في الازمات بيلتحم جدا. الشعب المصري في الازمات في الحروب بالذات بنلاقي الشعب المصري عموما بيلتحم كان جند بيحارب على الجبهة. فاحنا النهاردة المطلوب من الشعب المصري في الازمة ديت ان هو يلتف حوالين الحكومة بتاعته، يلتف حوالين الرئاسة، حوالين رئيسه، حوالين كلنا نلتف حول بعض عشان نعدي بمصر هذه المرحلة. شايفة ان الوعي بتاعنا لسه برضو، يعني احنا برضو في ناس لغاية دلوقتي مش مصدقة ان موضوع كورونا ده على الارض، يعني واخد الموضوع تهريج، واخد الموضوع عادي جدا، ويقول لك مفيش حاجة، ده موضوع اقتصادي، ده موضوع بين دول كبرى بيحاربوا بعض. ايا كان الموضوع ده لا يعنينا، اللي يعنينا اللي احنا كبلد ازاي نحافظ على بعض ونبقى لحمة واحدة في هذه الفترة. يعني شايفة ان دور الحكومة كان، ودور القطاع الطبي والتدابير اللي خدتها الحكومة الاحترازية كانت فعلا تدابير قوية جدا. هقول لحضرتك حاجة، السيد الرئيس لما قال ان الوضع مطمئن، على اي اساس قال الكلمة دي؟ لما بقول ان الوضع مطمئن يعني انا عندي نسب ومؤشرات بتستند على محاور وقواعد، بناء عليها اقدر اقول لك الوضع مطمئن او لا. انا بقول ان 1000 دي كتير قوي، ده بالنسبه لهاله، لكن بالنسبه لدوله، للرئيس دوله ورئيس مجلس الوزراء ووزيره الصحه، بتقول لك لا المعدل كويس. معدل كويس على اي اساس؟ على اساس التدابير اللي الدوله بتعملها من تجهيزات المستشفيات ومن حاله التعبئه الصحيه الكامله اللي عاملاها، بتقول لك احنا لغايه دلوقتي زي الفل، ما عندناش حاجه. الوضع دلوقتي ماشي طبيعي. اذا كنت انت النهارده حاسس ان انت وصلت لمرحله معينه تعالى المستشفى، حاسس ان انت في البدايه اقعد في البيت وانا من خلال الخط 105 اقدر اعالجك واقول لك تعمل ايه. فهي عندها استعدادات كانك في حرب بالظبط، في غرفه عمليات على اتصال بالجمهور، في ساحة حرب أنا مجهزها تماما للاحتياطات اللي أنا عندي. فأول حاجة الدولة قامت بدورها، وبصراحة الرئيس يعني أنا عايز أقول له كلمة، أقول له أنت أديت الأمانة بجدارة، بالأمانة، سواء إذا كانت في مواجهة دي، أنت بقالك 9 سنين عمال تواجه في المجتمع المصري يعني أشد التحديات اللي احنا ما قابلناهاش خلال القرون اللي فات، وعديتها وإن شاء الله هنعديها. كل فيروس ليه دورة المفروض بينتهي فيها إن شاء الله، اللي هو الخمس. تاني محور وده مهم جدا، وهي سلوكيات الناس. ما فيش وعي، ما فيش وعي، بس في وعي. يعني ايه؟ يعني النسبة الكبيرة قوي من الناس اللي أنا بشوفها داخلة المصالح الحكومية وبتتعامل في الشارع بدأت تلبس كمامة. بدأت النهاردة يبقى في تباعد، بدأت النهاردة تتعامل بحرص. النسبة كبيرة، نسبة كبيرة جدا. والنسبة اللي قاعدة في البيت، وانا بحمد ربنا ان هي قاعدة في البيت، نسبة اكبر. فده في حد ذاته سلوك بيبشر بالخير.
في ناس ما زالت مهملة، وفي ناس ما زالت مش قادرة تحس بالجائحة اللي احنا فيها، بس دول بيمثلوا قد ايه؟ بيمثلوا ما هو نسبة مطمئنة بالنسبة للوضع الحالي. احنا ما وصلناش للمستوى اللي تقف فيه وزارة الصحة تقول لك استوب هنعمل حظر كامل، لغاية النهاردة ما عملناش حظر كامل، وطالما ما عملتش حظر كامل فأنت في الأمان. في الأمان مش بالنسبة لي أنا وأنت، لا بالنسبة لصناع القرار. ثالث حاجة بقى ودي المطمئنة قوي، لما أعرف إن دولة زي إيطاليا النهاردة بتحتفل باختفاء مرض الفيروس تماما، لما أشوف ألمانيا فتحت الأبواب بتاعتها، لما أشوف أمريكا النهاردة بدأ المرض ينحصر عندها، لما أشوف دي كلها حاجات بتبشر بالخير ومؤشرات قدام الدولة بتقول لك بدأ يبقى فيه بركة أمل. التلات مؤشرات دول هم اللي بيستندوا عليهم احنا وضعنا ايه. فالتلاتة دول بالنسبة لهم مطمئنين ان خلاص في دول حتى الدول العربية كمان، السعودية ابتدت تفتح شوية، الكويت ابتدت تفتح. دي كلها حاجات بتبدأ تديك امل. وبعدين لما تيجي دولة تقول لك ان انا في شهر 9 هنزل اللقاح او هنزل العلاج، ده في حد ذاته بيديك أمل إن المعامل على مستوى مصر وعلى مستوى العالم شغالة، وإن في بارقة أمل جاية. ولكن برضو لازم برضو نحط في الحسبان حاجة مهمة قوي. اللي هي لازم نتعامل مع الموضوع بمنتهى الجدية وبمنتهى الاحترام، لأن احترامي والتزامي معناه هو خوفي عليا وعلى أهلي وعلى بلدي. طيب هروح معاك الموضوع تاني، وشفنا بعض الشركات قطاع الأعمال ساهمت مساهمة كبيرة جدا في إن هي تخفف بعض الأعباء على الدولة في الاقتصاد. وكان من بعض الشركات دي شركات قطاع الأعمال، شركة القبضة للتأمين قامت بدور كبير جدا، وعلى رأسها الأستاذ باسل حيني رئيس شركة القبضة للتأمين، وقام بالتبرع بمبلغ 20 مليون جنيه للقطاع الطبي وللعمالة المؤقتة. شايفة ان دور شركات التأمين هو او دور شركات قطاع الأعمال هو كان شركات قطاع الأعمال هي اللي وقفت جنب الدولة، يعني أبناء الدولة هم اللي وقفوا جنب الدولة الأم. شايفة ان القطاع الخاص يمكن كان ليه برضو دور، ولكن دوره ما كانش بنفس الدور اللي قامت بيه شركات قطاع الأعمال أو شركات القبضة عموما، ولكن كان لأبناء الدولة وهم شركات قطاع الأعمال كان ليهم دور كبير جدا إن هم يقفوا ويساندوا ويبرزوا دورهم إزاي وقفوا بجانب الدولة. تقولي إيه الشركات قطاع الأعمال ودورها الكبير اللي وقفت بيه لمساندة الدولة في هذه الجائحة؟ بص زهاني، عشان أقول تأمين يعني أمن وأمان. تأمين يعني السند أو الظهير للدولة. دولة بدون تأمين يعني دولة بدون أمان. أمان اقتصادي. فأنا النهاردة منتظرة، ومش بس منتظرة، ده أنا كمان عندي يقين كامل إن التأمين في ظل هذه الظروف بالذات هيلعب دور مش بس دور اقتصادي، بل كمان دور حيوي جدا في المساندة الاجتماعية. بصراحة وبمنتهى الصراحة وبدون مجاملة للقبضة، القبضة قامت بدور مشرف في ان هي تقدم دعم للدولة وتقول للدولة انا بساندك. انا عايز اقول لك القبضة، شركة مصر القبضة وعلى رأسها استاذ باسل الحيني، قدمت ده لأن وراها تاريخ عظيم قوي. التاريخ العظيم ده بيشهد لها في المواقف دي. فهو أثبت أن مصر للتأمين اللي هي حصن أمان للملايين، أنا الحصن أهو. بس أنا الحصن النهاردة الكبير. أنا النهاردة الحصن اللي أقدر من خلاله أسند المجتمع وأقول لرئيس الدولة أن أنا وراك، أن أنت النهاردة بتستنزف جزء أنا فيك بدعمك، وأنا فيه بقول لك فيه أن أنا وراك. ده دور، ودور بصراحة لا يقل أهمية عن دور أي مواطن مصري شريف محترم شايف أنه لازم يقف. خلاص القبضة للتأمين قدمت دور هايل في أنها تتبرع مرة بعشرة مليون،
ومره تانيه ب 10 مليون. هي تبرعت اول مره لانها شافت الحاجه، تاني مره معناها لا ان انا بقى لازم هقف واسند اكتر. تمام. فدي في حد ذاتها بصراحه كانت لفته وطنيه وقوميه من الاستاذ باسل بالتعاون مع شركات التامين مصر، تامين مصر، تامينات الحياه، بصوره بصراحه مشرفه. تمام. وده اللي انا دايما منتظراه منها. الاتحاد المصري للتامين قدم، وده طبعا بيضم جميع شركات التامين. يمكن شركات التامين الخاصه ما يعني لم تفصح عن اللي هي قالته، وكان لازم تفصح لو كانت هي عملت حاجه، لكن انا مش منتظره منها بصراحه. انا كمواطنه مصريه مش منتظره منها، كنت منتظره من القبضه. ليه؟ لاني انا بحس ان القبضه ومصر للتامين ومصر تامينات الحياه هي مصر. تمام. هي سند مصر. تمام. ولذلك المشروعات القوميه اللي انا قلت لحضرتك عليها لازم يكون الظهير فيها هي مصر للتأمين. يعني ده السؤال بقى اللي كنت عايز اسال حضرتك فيه واقول لك، جميع المشاريع القوميه، نعم، واحنا شايفين ان في مصر دلوقتي في ظل القياده السياسيه في مشاريع قوميه هائله، نعم، كبيره جدا. كل هذه المشاريع من وجهه نظري المتواضعه بجد ان الاولى بيها هي شركات قطاع الاعمال والشركة القابضة للتأمين، هي اللي تكون مسؤولة عن كل المشاريع القومية الكبيرة. نعم. ده بلا أدنى شك. ليه بقى؟ يعني تخيل كده حضرتك إن أنا عندي الجيش المصري. مين اللي يأمنه؟ مين يأمن معداته؟ شركة خاصة ولا مصر للتأمين؟ لا طبعًا مصر للتأمين. أسطول مصر للطيران، مين اللي يأمنه؟ قناة السويس، مين اللي يأمنها؟ أنا عندي مشاريع قومية. أنا مش ضد الاستثمار ولا الشركات الاستثمارية، بالعكس. الشركات الاستثمارية بتقدم عروض وبتقدم خدمات، ممكن يكون لها مجالات أخرى ممكن تأمن فيها، لكن لما أتكلم عن مشروع قومي يبقى لازم الظهير بتاعه والسند بتاعه ابني هو اللي بالظبط كده، ابني هو الأولوية. مين اللي أنا أقدر أحميه؟ بيتي أجيب له حد يحميه من بره؟ حتى لو هيقدم لي إبداعات جديدة، لا، أنا اللي أولى بإني أنا أقوم بيه. فمصر للتأمين ومصر تأمينات الحياة والقبضة هي ظهير المشروعات القومية. وهي اللي مطلوب منها. أنا عندي 3 4 5 أسماء، لما أنا أطرحهم عليك وأقول لك مين اللي دول يساندهم تقول لي بلدنا. مين هي بلدنا؟ هي مصر للتأمين. خلينا نتكلم بمنتهى الأمانة. فلكن أنا مش ضد الباقي، بالعكس، ده الباقي بيقوم بدوره وكتر خيره، بس مشروع قومي يبقى معاه شركة تأمين قومية. طبعا. يعني أنا النهاردة عندي مشروع قناة السويس، ويكون معانا بنك برضو قومي. لا، ما أنت عندك بنوك قومية عملاقة. تمام. خلينا نتكلم. يعني مش عايزة أدخل القطاع المصرفي لأن هو قام بدوره. تمام. احنا بنك نقولش الأهل وبنك مصري. أنا طالما قومي يبقى كل اللي بيقوم بالمواضيع كلها بالظبط القومية المصرية بالزبط. أو الشركات القومية أو البنوك أو القطاعات. أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة، أتكلم على مشروع فهو مثلث. إيه هو المثلث في المشروع؟ قانون استثمار يسمح لك ان انت تستثمر. فانت النهارده بتستثمر في ايه؟ بتستثمر في بلدك، في المشروعات القومية بتاعت بلدك. تاني حاجة التمويل، اللي يمولك هو بنكك الوطني. طب اللي يأمنك مين؟ شركة وطنية. يبقى انت كده حققت المثلث الصح. تمام. شايفة ان الاقتصاد القومي بتاعنا ماشي في المسار الصحيح؟ طبعا. يعني احنا في ظل أزمة مالية عالمية طاحنة ضربت كل أركان العالم. يعني مش بس مصر ولا أمريكا ولا لا، العالم كله. الريت أو المستوى أو المؤشر بتاع الاستثمار العالمي نزل، الصناعي نزل. فتخيل لما أنا أقول أني أنا مصر النهاردة بتعمل قدام العالم كله مشاريع عملاقة، سواء كانت المشاريع دي مشاريع بنية تحتية، مشاريع خدمية، مشاريع استثمارية في ظل أزمة زي دي، وأقول للعالم كله أني أنا سنة 2020 هطلع للعالم وأثبت أن مصر دولة رائدة في مجابهة الأزمة المالية، فده دور عملاق بصراحة قدمه الرئيس للبلد. لولا أزمة كورونا اللي حصلت كانت حصلت حاجات كتيرة أول، لكن احنا بنقول الحمد لله أنها جت على قد كده. إنما تخيل بقى ردود الفعل بالنسبة لسؤال حضرتك اللي هو البنك الدولي قال عننا ايه؟ قال لك ان مصر رائدة.
صندوق النقد الدولي قال لك عندك ايه؟ قال لك مصر اخذت خطوات تقدميه مذهله. فانت النهارده اخذت خطوات في وقت زمني ايه؟ قياسي. لما تعمل قناه سويس في سنه، لما تبص تلاقي تعمل بنيه وتحدد لها تايم معين ويتنفس في الوقت شبكه ده. الطرق الهائله دي اللي احنا فيها يعني. سطول جاي لك من القطارات والسكه الحديد والى اخره في فتره زمنيه قياسيه. ولكن خليني بقى اتكلم عن الجزء بتاعنا بالنسبه للدوله وهو قطاع التامين. قطاع التامين محتاج وعي كبير قوي لدى المواطن. هو ده المصري. السؤال اللي عايز اقول لحضرتك عليه. كيفيه رفع الوعي التامين بالمقارنه لما بلاقي الدول الاوروبيه التامين عندها زي الاكل والشرب والصحه جزء من حياتها، ليه احنا في مصر التامين عندنا ما خدش نفس الوعي التاميني اللي بنشوفه بره؟ بنشوف الشركات بره في التامين او المواطن الاوروبي عموما التامين عنده بيروح يدفع قسط التامين زي ما بيدفع النور، زي ما بيدفع الميه عندنا، زي ما بيدفع الضرايب بالظبط. احنا في مصر ليه عندنا لما بنيجي نكلم حد في التامين لم يكترث بيه ولا يهتم ولا في باله؟ حتى اصحاب المصانع تبص تلاقي بعض اصحاب المصانع ما بيامنش على مصنعه. بالظبط. لا قدر الله لو حصل له حاجه هيروح كل اللي عنده راح. لكن النهارده لو انت صاحب مصنع وامنت على مصنعك ولا قدر الله حصل اي حاجه هتلاقي حد في ظهرك بيسندك. بالظبط. بيديلك جزء برضه من الخسائر اللي انت خسرتها وتبتدي بيقول لك يلا انا معاك وفي ظهرك عشان تشتغل تاني وتبني تاني وتبتدي عجله الانتاج تاني. ليه احنا في مصر الوعي التاميني عندنا مش بنفس الكم اللي في العالم الخارجي؟ طيب خلينا نتكلم بالارقام. انا بعتبر كمقياس ليا انا لهاله مش للدوله، انت بتقيس الوعي التأميني بإيه؟ في شركات بتقيسها بعدد المؤمن عليهم او بعدد المشروعات، انا بقيسها بمساهمة التأمين في الدخل القومي. طيب نسبة مساهمة التأمين في الدخل القومي قد ايه؟ 0.1، يعني اقل من 1%. اذا الوعي التأميني 0.1. ده من وجهة نظري. طب ايه السبب؟ السبب ان المجتمع المصري كتير. انت عندك 100 مليون مصري. أنا نفسي نأمن على المئة مليون مصري. عندك كم شركة تأمين؟ فوق ال 34 شركة تأمين بالقطاع العام والخاص. خلاص. الناس عايزة تعرف، عايزة يكون في توعية كاملة. توعية دي محتاجة 10 حاجات. محتاجة أن لغة التأمين تبقى بسيطة عشان تقدر تنزل للمجتمع المصري. محتاجة أنك تربط العقيدة المصرية بالتأمين. مصري ما زال لغايه النهارده بيسالك لما تقول له هامن على حياتك يقول لك الحياه بايد ربنا. لا، انت بتامن على عواقبها مش على حياتك. احنا حياتنا بايد ربنا. ثالث حاجه انك تنزل للناس من خلال تواجدهم فيها. انزل للمدرسه وعلم الطلبه يعني ايه تامين، ازاي يكون جزء من حياتك. طالب الجامعه ازاي يكون التامين جزء من حياتك. فانت محتاج تدرسه الأسر. ومحتاج تتعرفه ومحتاج تدخل له الجامع ومحتاج تدخل له النادي ومحتاج تتواجد معاه في كل مكان هو موجود فيه. احنا اتفقنا من البداية ان المصري شاطر قوي في ادارة الازمات. لما قامت ثورة يناير ايه اللي حصل؟ جرينا جبنا ايه؟ وثيقة العنف السياسي. عشان ايه؟ عشان نغطي الخسائر. لما لقي النهاردة بقى المجتمع بيواجه كورونا وبيواجه وبيواجه وبيواجه، لا يبقى انا لازم بقى انزل بمنتج يخلي ال 100 مليون مصري يفكر 1000 مره انه لازم يامن. دي مسؤوليه مين؟ شركات التامين. القبضه قامت بدورها دور هايل في التوعيه وقدمت بصراحه حمله مبادره من خلال الاذاعه والتلفزيون كانت رائعه. الهيئه العامه للرقابه الماليه قامت بدور مشرف، الاتحاد المصري للتامين. لكن الدور بقى على مين؟ على شركات التأمين. الدور عليها ان هي تعمل تبقى بالظبط زي قطبي القطر. شركة تأمين معاها اعلام واعي واعلام ناضج يقدر ياخد منها ويوصل بلغة سلسة للمجتمع المصري. فهتبص تلاقي بالاتنين انت قدرت ترفع الوعي. زي النهارده ما انت قلت الناس هتلبس القمامة،
وانت داخل في الحته خلاص لبسها، ما ينفعش يدخل البنك الا بيها، ما ينفعش انت كمان ما ينفعش تروح المدرسه الا ما يكون عندك وثيقه تامين. فخلاص وانا بدفع المصاريف لابني هدفع له عشان لو حصل له اي حاجه. فلازم تتدارك شركات التامين بالتعاون مع الدوله ان لازم يكون في خطه، وهو المشروع القومي للتامين، ان انا ازاي اعمل مسح كامل على مستوى الدوله. بصراحة التكتلات اللي موجودة عندنا الثلاثة قامت بدورها. الهيئة العامة للرقابة المالية هتعمل حملة دعاية ليه؟ بس قامت. القبضة هتعمل حملة دعاية للقبضة، وهي أصلا المساق بتاعها يقولك ما تعملش. لا قامت عايزة توعي الناس. عايزة تخرج المجتمع من حالة الركود والجهل بالتأمين للتأمين. فأنا بقول إن دي مسؤولية شركات، لازم يكون في تعاون اكتر ما بين الشركات وما بين المجتمع بتوصيل رساله صح لابناء المجتمع عن طريق الاعلام. بص، عن طريق الاعلام، عن طريق القائمين في الشركات، القائمين في بص، عن طريق الاعلام، عن طريق المدارس، عن طريق رجل الدين، عن طريق في كل مكان. في كل مكان ازاي ان انا انشر الرساله التامينيه صح. هتبص تلاقي بعد فتره زمنيه معينه هحطها انا مثلا لمده 5 سنين، اقول لك ما فيش مصري مش متامن. هو لازم يا استاذه هاله، لازم يبقى في تصحيح لمفاهيم بعض الناس عن التامين. بالظبط، لان في ناس معتقداتها عن التامين لغايه دلوقتي مش فاهم يعني ايه تامين، واخده ان هو يعني بيقارنه بفوائد البنوك والكلام ده كله. ولكن لما بنيجي نحلل ونقول التأمين النهاردة، الرجل البسيط، الفلاح المصري البسيط اللي عنده الماشية بتاعته هم رأس ماله، عنده البقرة بتاعته أو الجاموسة بتاعته، هم دول رأس ماله. هو ما يعرفش اللي ممكن يأمن على دول من خلال التأمين على المشروعات الصغيرة وعلى الماشية. ما يعرفش ان في نوع تأمين ممكن دول، لا قدر الله، هو مش عارف. لكن لو عرفناه هيأمن عليهم، عشان دول هم دول رأس ماله. لو جرى لهم حاجة هيلاقي شركة التأمين هي اللي بتقوم معاه وبتسنده تاني وبتجيب له رأس ماشية تاني وبتساعده ان هو يقف من جديد. بالزبط. هو لو وصل، لو احنا قدرنا نوصل للناس البسيطة دي، انا من وجهة نظري ان التأمين هياخد مساره الصحيح في مصر. بالزبط. فلازم نشر الوعي التأميني من خلال ازاي نوصل للناس البسيطة، من خلال عمل برامج للتأمين، توعية. النهاردة لو واحد قاعد بيتفرج علينا هيقول لك يعني ايه تأمين، لما يسمع التأمين على الماشية هيبتدي يفكر، هيبتدي يسأل، هيبتدي يروح يا جماعة هو فين التأمين دوت، منين بروح له ومنين، ونبتدي نعلم الناس ديت يعني ايه تأمين. النهاردة لو واحد أسرته 2 3 وعاوز مثلا يقول لك أنا ما عنديش معاش وعاوز أعمل حاجة لأولادي، لو عرف إن في وثيقة ليه بتأمنه كل شهر بيدفع مبلغ معين كأنه داخل جمعية لوقت معين، لو عنده أبناء صغيرين جدا ولمجرد ان هما هيكبروا 15 سنة 16 سنة، لو الولد عنده 5 سنين يعني وثيقة مدتها 10 سنين او 15 سنة، لما يجي يجوز بنته او ابنه او يجي يدفع له مصاريف او محتاج فلوس معينة، هيلاقي المبلغ بتاع وثيقة التأمين هيغطي له الحتة دي. صح. فالناس دي لازم احنا نوعيها ونفهمها يا جماعة يعني ايه تأمن، يعني ايه تأمين ادخار، يعني ايه اللي انت بتحطه ادخار، وازاي بتاخد من الوثيقة بتاعتك لو احتجت فلوس، ان ممكن تاخد من خلال الوثيقة دي قرض بيساعدك. بالزبط. كل الحاجات دي كلها لابد ان احنا نفهمها للمواطن المصري على اساس ان احنا ننشر الوعي التأمين. شايفة ان احنا لسه ما وصلناش للحتة دي؟ بص حضرتك اثرت 3 موضوعات مهمين قوي، وهي الـ 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 العقيدة المصرية بالنسبة للتأمين. احنا عدنا نقول حرام وحلال، فظهر التأمين التكافلي الإسلامي، محدش يقدر يتكلم بقى. خلاص بقى عندك حاجة إسلامية، زي برضو لما اتكلمنا عن البنوك فظهرت الفروع الايه الإسلامية في البنوك. خلاص، فما بقاش عندك النهاردة الحلال والحرام. فدي خلاص اتكسرت بقى عند المجتمع المصري. مش عايز الشركات الاستثمارية، عندك التكافلي. والقبضة بصراحة قامت بدور هايل. ان هي النهاردة انشاء بعض الشركات، انشأت شركتين مصر للتأمين التكافلي، وده كان في ظل برضو وجود استاذ باسل الحيني، هو اللي كان برضو ساهم في ان الشركات دي تظهر للنور. عشان كده بقول لك استاذ باسل اللي عمل دور هايل، كان سواء بمصر، ودلوقتي بقت في حياة للتأمين التكافلي. المفروض ان هي دلوقتي تم الاعلان عن انشائها. فيعني تخيل بقى انت عندك مصر التأمين ومصر تأمينات الحياة استثماري
او تجاري وجنبها تكافلي، فانا بدي فرصه للناس ان هي تفكر انك تاخد من ده او تاخد من ده، فاصبحت الشريحه كبيره. تاني حاجه قنوات الوصول بقى للمجتمع المصري، دي قنوات مش سهله، لان فعلا الرجل الفلاح اللي عنده بقره ما يعرفش يعني ايه ازاي ان في وثيقه اسمها وثيقة حماية الأنعام أو الماشية. الأنعام دي بيسموها في السودان اللي هي التأمين على الأنعام. شوف حتى تهذيب اللغة بتبقى حلوة قوي في المصطلحات. فهو ما يعرفش، طب أنا ليه من خلال نقابة الفلاحين اللي بتضم الثلاث أرباع الفلاحين في مصر أدخل من خلالها وأقول له تمام. وصلني للراجل ده وأقول له لو أنت حصل لك كذا، يبقى أنا كده دخلت من خلال قناة ليهم هم إزاي أنا أعملها. طب على مستوى الدولة بقى لا، على مستوى الدولة أنت محتاج تقسم الدولة لشرايح عشان تقدر توصل لها. محتاج تقسمها ما بين ألف وب وجيم. ألف دي وهي الشريحة النهاردة المثقفة الكبيرة، إزاي أقدر أوصل لها بالتعليم أو من خلال عملها أو من خلال القنوات بتاعتها، من خلال سفرياتها أو من خلال رجال الأعمال أو من خلال الجمعيات بتاعت الأعمال نفسها. الشريحة البي اللي هي الشريحة المتوسطة اللي في المجتمع، اللي أنا بقول لها لو أنا أنت النهاردة دفعتي 500 جنيه في السنة بس هتلاقيهم ألوفات لما تبلغي 60. طب دول أنا أوصل لهم إزاي؟ هتلاقيهم في مترو الأنفاق وهتلاقيهم في أماكن معينة هم موجودين فيها. الشريحة التالتة ودي الأخطر، الناس اللي قاعدة في البيت بقى، إزاي إن أنا أوصل لها ببرنامج وهي قاعدة بتتفرج على تلفزيون وأقول لها إزاي إن أنت تأمني على نفسك وعلى حياتك وأنت قاعدة وتقدري إن أنت تدفعي وثيقة التأمين. القنوات دي كلها محتاجة دراسة كاملة من شركات التأمين بالتعاون مع التلات جبهات، هي العمل الرقابة المالية وهي قامت بصراحة بدور عظيم، القبضة وهي بتقوم لأن ده الظهير بتاع مصر، ده بتاع الاقتصاد المصري، مصر للتأمين حسن أمان للملايين، دي مش عبارة يعني. لا ما كانتش حسن أمان للملايين، دي كانت حسن أمان للأجيال كلها من بدايتها للنهاردة لآخر يوم في العالم كله وفي حياة مصر، هتفضل مصر للتأمين. تالت حاجة انك انت النهاردة عندك الاتحاد المصري للتأمين اللي بيضم بقى السوق كله، لازم التلاتة يشوفوا ازاي نقدر نوصل للمجتمع صح بناء على خطة قومية بحيث ان انا اعمل مسح كامل للمجتمع. عملت المسح الكامل انت كده رفعت للمجتمع، رفعت للمجتمع قيمته الايه بقى؟ قيمته كإنسان متأمن عليه، قيمة البلد كلها كمنشآت متأمن عليها، القيمة الاقتصادية للمستثمر وهو جاي يقول لك أنا داخل بلد آمنة مؤمنة، يوم ما أحط استثماراتي هلاقي فلوسي متأمن عليها ولاقي الشخص اللي بيشتغل عندي متأمن عليه فهيحس بالأمان. احنا محتاجين مشروع قومي يقدر يجمع كل ده عشان أقدر أوصل للأمان وإحنا بلد الأمان، وأقدر أرفع الوعي التأميني بالنسبة لمصر بالزبط. وللشعب المصري. طيب هسأل حضرتك بقى سؤال شخصي، حضرتك في جريدتك عالم التأمين أكيد لازم يكون بناء على الكلام اللي انت بتقوليه يبقى في برضو وعي ونشر للوعي التأميني، بتقومي في جريدتك برضو يعني الجريدة كلها بتتكلم عن التأمين أو الاقتصاد أو عموما في الاقتصاد، هل بتخصصي جزء في الجريدة لنشر الوعي التأميني بالنسبة للمواطن البسيط؟ هقول لحضرتك، احنا لما عملنا الجريدة 2012 كان الغرض منها الأول والأخير، ودي أول جريدة للتأمين في تاريخ مصر أو في تاريخ الصحافة المصرية، إن أنا إزاي بالبعد الثالث للصحافة الاقتصادية اللي هو البعد الأول صحافة اقتصادية ومتخصصة ومتخصصة المتخصصة وهي كانت عالم التأمين الدولي. طب إزاي بقى أنا أقدر من خلالها أنشر الوعي؟ نشر الوعي من خلال جريدة ده مش سهل. مش سهل ليه؟ مش سهل لأنك أنت بتخاطب مجتمع فبتنزل له بتعمل معاه تحيه وبتقول له أنت تعرف تأمين؟ فيقول لك أعرفه. طب أنت هتعمل إيه؟ طب أنت وجودنا في الشارع المصري
ده كان بالنسبة لنا حدث كبير قوي بالنسبة للجريدة. طيب على مستوى التاني بقى وهو مستوى رجال الأعمال، ده كان مهم جدا إن أنا أعمل توعية لرب العمل إن لازم العامل عندك يكون عنده رعاية صحية، ولازم يكون المنشأة بتاعتك مؤمنة بالكامل. ولذلك مع الجريدة بدأنا نخرج لملاحق متخصصة زي ملحق تأمين الصناعة، فبدأنا نتكلم عن الصناعة إزاي تكون مؤمنة، بدأنا نتكلم عن التأمين التجارة إزاي التجارة والشحنات والاستيراد، التأمين البحري عموما التأمين البحري والجوي والبري إزاي تبقى مؤمنة. عملنا ملاحق عن التأمين البحري بس لوحده، تأمين البحري لوحده ازاي الوثيقه دي اقدر من خلالها اامن البضاعه بتاعتي وهي الشحنه في بتاعتي وهي في البحر وهي في المركب. ايوه بالظبط كده. فالمسؤوليه عالم التامين الدوليه بكل ما مرت من تحديات مع البلد وما زالت بتعاني من هذه التحديات، بس لسه واقفه ولسه بتقول اني انا بخصص صفحات ليا ان انا اقدر اعرض فيها للمواطن المصري ازاي تأمن. عايزه ادي لك المفاتيح بتاعته، عايزه اقول لك ازاي تأمن على حياتك، السياره بتاعتك ايه الفرق ما بين ان انا اقول لك تعمل عليها اجباري ولا شامل، ولا شامل ازاي ان انا اقدر اقول لك لما تعمل مشروع استثماري يكون عندك الموظف متأمن عليه هتعمل ايه. وبعدين بدأنا نجيب نماذج مشرفة، نماذج قدرت في فترات زمنية معينة أو في مواقف معينة إن هي تثبت وجودها في التأمين بصراحة. زي الأندية اللي كانت بتأمن على العمال بتوعهم، وأنا عشت التجارب معهم وبقيت أنزل معهم وأشوف إزاي يعني رعاية صحية، وهل الرعاية دي متاحة للكل؟ لا، دي متاحة بس للعاملين في الشركات، ولازم يكونوا جروب، لازم يكونوا مجموعات. فاحنا عشنا تجارب كتيرة قوي، بس أجمل تجربة عشتها اليومين دول بالأمانة كانت تجربة حي. الحي ده كان حي الزيتون والأميرية. بالأمانة في ظل كورونا وفي ظل التحديات كنت بشوف اللواء حاتم باشات بينزل بنفسه يعمل ثلاث حاجات في المجتمع هناك، أنا بصراحة ذهلت ليها. إن أنا أدخل إقسام وأدخل بتاع وعقمها، اني انا اقول النهاردة انا هعمل وثيقة لتأمين المنطقة عندي كلها، دي حاجة ما حصلتش. ان انا ارفع الوعي بخطورة مرض، واني انا كمان اعمل اسواق عشان الغلو وانزل بيه لتأمين حياة المجتمع وحياة الناس في المنطقة دي. لا كانت بصراحة الجريدة لما دخلت وشافت اللي بيحصل، لا ده نموذج محترم جدا لحي بيأمن على الناس بتوعه. تخيل ان انا لما كل حي يأمن على ناسه يبقى انت كده خلاص خرجت عن شركات التأمين واصبحت الاحياء مؤمنة، يعني اصبحت مصر كلها مؤمنة. هو حضرتك احنا في مجال كلامنا عن التأمين طبعا يعني شايفين ان كل واحد في مجال التأمين كشركات تأمين قومية قامت بدورها. نعم. القبضة للتأمين والعاملين فيها ومجلس إدارتها على رأسهم أستاذ باسل الحيني قاموا بدورهم. نعم. مصر للتأمين رئيس مجلس الإدارة والعاملين وجميع أعضاء مجلس الإدارة قاموا بدورهم. النقابات في الشركات قطاع الأعمال كانت بتقوم بدورها طبعا، ده لنخفيه طبعا. وانا بذكر بالذكر يعني وبحيي نقابة مصر للتأمين طبعا، وعلى رأسها رئيس النقابة أستاذ رمضان إبراهيم وجميع أعضاء النقابة وأعضاء مجلس إدارة مصر للتأمين ورئيس مجلس إدارة أستاذ مؤمن مختار، لأن هم قايمين بدور جامد جدا لحماية العاملين في مصر للتأمين. برضو بخص بالذكر في مصر للتأمين عموما المنتج اللي بينزل على أساس إن هو اللي بيجيب عمليات التأمين. نعم. دول أنا بشكرهم، دول الجندي المجهول اللي طبع. بتقام عليهم شركات التأمين طبع. من خلال برنامجنا صالون الصحة والجمال أنا بقدم لهم كل الشكر، لأن طبع. هو بيخاطر في ظل الظروف اللي احنا فيها وبينزل عشان يقابل العميل ويقدر إزاي يجيب عملية تأمين كبيرة تدخل شركة مصر التأمين على أساس إن هو بيأدي للشركة خدمة كبيرة جدا. نعم. دول من خلال
برنامجنا، احنا بنقدم لهم التحية وبنقدم لهم الشكر. شايفة المنتج اللي هو اللي بيقوم بجلب عمليات التأمين لشركات التأمين، شايفة ان هو قايم بدوره الصحيح في ظل هذه الظروف؟ بص حضرتك، هو اسمه ايه؟ جهاز التسويق. مش كده؟ جهاز تسويق يعني هو الممول لشركات التأمين. تصور شركة بدون تسويق ولا ليها أي دور. فهو دوره هو الدينامو بتاع شركة التأمين. طيب هذا الدينامو بينزل المجتمع وبيخاطر وبيواجه عقليات كبيرة قوي وشرائح كبيرة قوي من المجتمع. فهذا الجندي المجهول أو هذا الجندي العظيم اللي أنا بعتبره بصراحة من جنود شركات زي الشركات العملاقة مصر للتأمين ومؤسسة تأمينات الحياة، أنا بعتبره دوت يستحق كل الحماية ويستحق كل التكريم من شركات التأمين. ولذلك أنا دايما متضامنة معاه. ليه أنا متضامنة معاه؟ لأني أنا شايفة أن هو اللي بيقدر يحقق التوازن بين العميل والشركة. بس ما بين العميل والشركة، التوازن ما بين العميل وما بين الشركة وما بين الاقتصاد بتاع الدولة. فأنت تخيل أن أنا النهاردة مصر للتأمين أو القبضة اللي هي الشركات التابعة بتستحوذ على قد ايه من السوق المصري؟ بتستحوذ على أكتر من 60%. بإيه؟ بتسويقها الصح. فتسويقها الصح مع تاريخها الصح هو اللي مخليها توصل لكده. فعشان كده الناس دي محتاجة بنقدم لهم التحية. أنا بقدم لهم التحية وكل الاحترام. وكمان عايزة أقول لك حاجة برضو يا أستاذ هاني، أنا عايزة أقدم النهاردة تحية واحترام كبير قوي للسيد رئيس الجمهورية، وأقول له يعني أنت فارس التأمين. إذا كنا بنتكلم عن التأمين، فأقول له لو في فارس تأمين على مستوى مصر والعالم، هو بيسعى أنه يأمن الشعب المصري كله. ليه بقى؟ لأنك أمنت البلد من ناحيتين. أمنت اقتصاد البلد في ظل الظروف الاقتصادية والأزمة المالية العالمية الطاحنة، قدرت أن أنت تعمله، وفي نفس الوقت قدرت أن أنت تأمن الوطن بكل بقى ما فيه من تحديات سواء سياسية أو عسكرية. فهو يستحق مننا كل التكريم وكل الاحترام، مش مننا، من الميت مليون مصري. أنا بشكر حضرتك. أشكرك جدا. وأسرتينا النهاردة بمعلوماتك القيمة الجميلة عن التأمين وعن الاقتصاد، وده هيخليني أقول لك توعديني أن أنت تبقي معايا في حلقات أخرى إن شاء الله. لنشر الوعي التأميني من خلالك. إن شاء الله. إزاي نوعي الناس وإزاي نقول لهم إزاي يأمنوا، لأن ده كله في مصلحة، هيجب في مصلحة رفع الاقتصاد القومي المصري. وكلنا عايزين أن مصر تكون في أبهى صورة، مصر يكون اقتصادها في مصاف الدول الأوروبية الكبرى. وده اللي إن شاء الله متوقع الأيام القادمة إن شاء الله. مصر بالمشاريع العملاقة اللي بتعملها والاستثمارات الكبيرة إن شاء الله اللي هتحصل فيها، إن مصر تكون في مصاف الدول الاقتصادية الكبرى. بنتمنى إن شاء الله تكوني معنا في حلقات أخرى. شرفتيني وأسعدتيني النهاردة، وشكرا لحضرتك جداً. وعلى أمل بقى إن أنت تكوني معنا قريب إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. أعزائي المشاهدين، في نهاية لقائي مع الأستاذة هالة صلاح رئيس مجلس إدارة جريدة عالم التأمين، أنا بوجه لها التحية. بوجه التحية للشركة القابضة للتأمين ورئيسها الأستاذ باسل الحيني ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين وأعضاء مجلس إدارة شركة القابضة للتأمين. بنوجه التحية لكل العاملين في مصر للتأمين، مصر التأمين ومصر تأمينات الحياة. هم دول الجنود اللي قاموا بشركة مصر للتأمين، وهم دول اللي رفعوا قدر شركة مصر للتأمين، اللي بيهم مصر للتأمين أو التأمين في مصر هيعلو. بنوجه التحية للمسوقين في مصر للتأمين، احنا بنقول عليهم المنتج بتاع مصر للتأمين، بشكره ونوجه له التحية. وبنقول لهم إن شاء الله بداية موسم جديد، وإن شاء الله ربنا يزيح الغم عن الأمة، وإن شاء الله يبقى موسم جديد للعاملين في مصر للتأمين وأعضاء مجالس إدارة مصر للتأمين إن شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق. خليكم معانا، معنا فقرة تانية مهمة جدا مع دكتور شريف العماري، هنتكلم عن الأسرة في كورونا، في مشاكل كتيرة بتحصل. هناخد فاصل إن شاء الله ونرجع لكم بعد قليل. خليكم معانا، وما تروحوا في أي حتة.